طبعا كل الشباب اللي موجود ده ما حضرش كاس العالم 90. هنقل بيكي نقله صغيره عشان حسام بس قاعد. بس خد بالك بقى لانه كان حجازي لسه بيقول هو مواليد 91. يا حبيبي ما تخبطش في الكلام. ايوه لا لا رغبط فين ده دول ابطالنا 90. لا ما هو برضه 90 دول كانوا ايه؟ لا يا ليله بيضاء. لا بص والله العظيم هقول لك بجد بقى. ما هو في واحد دمه خفيف قوي قال الله واحنا من سنه 90 لغايه دلوقتي كنا مستنيين ايه؟ فواحد تاني رد عليه قال له كنا مستنيين محمد صلاح اما يكبر. صح المنتخب كله يكبر. صح. صلاح برضه من المواليد بعد يعني ما حضرش نفس كده اكيد ما حضرش خالص يعني زي حجازي كده زي حجازي كلهم سنه واحد انما 90 بقى اللي احنا شفناه اللي شفناه امبارح ده يا عيني بقى يا عيني يوم ما تعادلنا مع هولندا ده مصر اتقلبت مصر كلها احنا كنا بنحضر مسرحيه عمرو جمري السينمات يا منى المسارح كل الاماكن كان لسه بقى 90 برضو مش زي ما فيش بقى الكافيهات زي دلوقتي اللي هيحصل لما تلعبوا في كاس العالم يا لا وشوفي بقى الدنيا اتطورت قد ايه امال ايه امال ايه يا عيني الاعصاب باظت من دلوقتي حجازي ضغط من دلوقتي عندكم لا بس ان شاء الله ان شاء الله احنا نحاول نخلي يعني زي ام صلاح يكون مبسوط والشعب يكون مبسوط ان شاء الله نحاول نخليكم فخورين بينا وهنحاول ان احنا نستعد كويس ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه تشرف اسم مصر هناك يعني الضغوط هتقل كتير ليه لان هم المشكله كانت في الوصول كاس عالم صح هو ده الاصعب لكن هناك هيلعبوا باريحيه وبذكاء اكتر وفي نفس الوقت الناس كلها الظروف هناك تبقى احسن وافضل في ملاعب وزائد المنتخبات الكبيره اللي هنلعبها ان شاء الله لو احنا ان شاء الله اشتغلنا عليهم كويس واستعدينا كويس نقدر ان احنا نحقق مفاجات اكتر من هولندا والتعادل مع انجلترا ان شاء الله او التعادل مع ايرلندا وسويسرا.